بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم بنفسي، ميم شيماء صالح ناجي من كلية القانون جامعة بابل. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو قانون تحصيل الديون الحكومية. يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية: أولا عندنا الضرائب والرسوم، ثانيا مبالغ التزامات واردات الحكومة، ثلاثة مبالغ السلف اللي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، أربعة المبالغ المستحقة عن بيع أو إيجار أو تمليك أموال الحكومة والانتفاع منها، كذلك مبالغ الخدمات التي تؤيدها الحكومة، بالإضافة إلى المبالغ اللي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين إلى بلادهم. أما النقطة السابعة فهي المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، وكذلك قرارات التضمين الصادرة من وزير المالية أو من الجهات اللي تملك حق إصدارها. ثامنا عندنا أجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية أو من يخولهم، كذلك بدلات المقاطعة والحكر والإجارتين والإجارة الطويلة والعقار، كذلك بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة للمدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من الكلف، كذلك عندنا المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي والناجمة عن إخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون. 11 عندنا المبالغ اللي نص عليها أي قانون على أنها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون. أما المادة 2 فقد نصت على ما يأتي: تطبق أحكام هذا القانون من قبل الوزراء ووكلاء الوزارات، أمين العاصمة ومدير ومدراء البلديات في مراكز المحافظة، 3 المحافظين، 4 رؤساء المؤسسات والمدراء العامين، 5 أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، 6 مدير النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار. عندنا المادة الرابعة أو عفوا المادة الثالثة: إذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة 1 في الموعد المعين، فعلى الموظف المخول بتطبيق هذا القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار. أما المادة 4 فيبلغ بالإنذار المدني أو أحد أفراد عائلته البالغي سن الرشد الساكنين معه في الدار، كما يجوز تبليغ من يكون مقيما معه في الدار أو من يعمل في خدمته من البالغين أو من يمثله قانونا ويؤخذ تأييده اعترافا بالتبليغ. كذلك الفقرة 2 يجوز تبليغ المدين بعد غروب الشمس في محل عمله إذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشتغال بعد الغروب. 3 إذا امتنع المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة عن التبليغ بالإنذار فينظم القائم بالتبليغ محضر بنسختين يوقع عليهما من قبله مع شاهدين وتلصق أحدهما على باب الدار أو المحل ويعتبر ذلك تبليغا. 4 إذا تحقق للدائرة أن المدين مجهول المحل أو الإقامة وكانت له أموال قابلة للحجز والبيع فيجري تبليغه بالنشر في صحيفة يومية تصدر في منطقة الدائرة الدائنة أو في أقرب منطقة لها إن لم يكن في منطقة الدائرة صحيفة يومية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخ للتبليغ. المادة 5 إذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الإنذار فيصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز أصول الدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين، فإن لم تكفي يجري حجز أمواله غير المنقولة بما يعادل الدين. الفقرة 2 يجوز وقف أو تأجيل الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون إذا كان تقدم المدين أو من يمثله في أي مرحلة كان
بتسوية مقبولة أو بضمانات كافية لتسوية الدين. أما المادة 6 فنصت على مأمور الحجز أن يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة، ويفضل أن يكون أحدهما مختار المحل ويذهب إلى المحل الذي يوجد فيه المراد حجزه، حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الأموال المحجوزة وأنواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي يؤتمن عليها، ويوقع هو والحاضرون على المحضر ثم يقدمه إلى الدائرة. كذلك إذا وجدت الأموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز إيداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم. إذا كانت طبيعة الأموال المحجوزة معرضة للتلف أو غير قابلة للإيداع، وكان حفظها يكلف نفقات كثيرة فتباع بالمزايدة العلنية بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون، وتودع أثمانها لدى الدائرة الحاجزة. 4 إذا وجد المكلف بالحجز إن الأموال المطلوب حجزها سبقا حجزت من جهة أخرى فيوقع حجز ثاني ويضع ختم دائرته أزاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى، إن لم يجد أموالا أخرى يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون إجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة أو الدوائر التي سبقته بالحجز الأخير. كذلك إذا كانت الأموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق أحكام هذا القانون فيجري حجزها عن طريق الاستنابة. أما المكلف المادة 7 فقد نصت أن المكلف الحجز المكلف بالحجز أن يضع الحجز على الأموال العائدة للمحتجز عليه إذا كانت قابلة للحجز، وعلى من يدعي ملكيتها أن يراجع الموظف المخول بتطبيق القانون خلال 6 أيام من تاريخ تبليغه بوضع الحجز لإثبات ادعائه، وعلى الموظف المذكور أن يبت في الطلب خلال 4 أيام، ويعتبر الطلب مرفوض في حال عدم البت به خلال المدة المذكورة. ولمدعي الاستحقاق في المال المحجوز أن يقيم الدعوة لدى المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تاريخ رفض طلبه على أن يودع تأمينات أو كفالة ضامنة تعادل 30% من قيمة المال المدعى به لاستحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ إذا ظهر أنه غير محق في دعوة. 3 تعتبر الدعوة المبينة في الفقرة أعلى من الدعاوى المستعجلة. أما المادة 8 فيجوز حجز أموال المدين التي يحتمل إخفائها أو تهريبها قبل إنذاره في التسديد، ولا يرفع الحجز عليها إلا بعد تسديد الدين أو تقديم كفيل يملأ تعهد بالدفع. أما المادة 9 فللمخول بتطبيق أحكام هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفيذ، وتعتبر دوائر ذات العلاقة جميعها دوائر تنفيذ بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأموال المنقولة. إذا لم تكن للمدين أموال منقولة أو هذا القانون لزوج حجز عقار المدين، ورأى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه أن ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق ويطلب حجز العقار وبيعه ويودعه إلى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرار مستعجل بإجراء الحجز وبيع المحجوز وفق أحكام قانون التنفيذ رقم 31 لسنة 1957 المعدل. للدائرة الدائنة أن تشترك في مزايدة بيع العقار. والفقرة الثانية يجب أن لا يزيد ضم الدائرة عن 4 إلى 5 من القيمة المقدرة، ويجري الضم من قبل موظف ويخوله رئيس الدائرة الدائنة. يسجل العقار أو سهام المدين فيه المحالة على الدائرة باسمها في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز نقل ملكيتها إلى الغير خلال 2 سنين اعتبارا من تاريخ التسجيل، وللمدين أو ورثته حق استرداده خلال تلك المدة إذا دفع الدين والمصاريف. والمادة 13 يجوز حبس المدني المماطل وفق أحكام التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من قبل رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون. تطبق أحكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون. شكرا جزيلا لإصغائكم.